فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: لو طلب مني أهلي الذهاب بهم إلى المهرجانات الخاصة بالتراث أو غيره وفيها غناء وطرب، فهل لو رفضت ذلك أكون آثما وعاقا لوالدتي؟ لو طلبوا منك الذهاب بهم إلى المساجد لا تذهب به، قال صلى الله عليه وسلم: بيوتهن خير لهن، لا تمنع إماء الله مساجد الله، أنت لا تمنع لكن لا تروح بها، وبيوتهن خير لهن، فكيف تروح بهم للحفلات ولا التجمعات اللي فيها منكرات؟ لا يجوز لك هذا. نعم.